مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. حياك الله اخوي، كيف حالك؟ طيب الحمد لله رب العالمين، والله بخير الحمد لله. المرسيدس موجود 2018؟ ما فيش مشكله، بس استاذنك توصل معاه الوقت تمام عشان ابعت لك رقم الملك نفسه. طيب ابشر، انتظرك. على راسي على راسي. يعطيك العافيه. تم تغيير جميع الاصوات لتجنب المساءلات القانونيه. السلام عليكم. هذا الشخص يا جماعه الخير عارض سياره، والسياره هذه سياره مرسيدس، وعرضها بمبلغ 100,000 ريال. قبل ما نبدا في مقطع اليوم لا تنسى تضغط اللايك وتشترك في القناه، بقينا شوي ونوصل مليون متابع، واستمتع في حلقه اليوم. طيب يا جماعه الخير، كتبت لاخوي موجود، المرسيدس موجوده، قال لي هلا. اي نعم وانا اخوك موجود الموتر. بعدين كتب لي سم، قلت اهلا اقدر اتصل فيك؟ قلت له اعطيني بس 20 دقيقه واتصل فيك. قال لا تتصل. قلت رد ابغى اعرف عن السياره، ودي اتصل افضل لك وبجي اخلص معاك. قال لي طيب، تعرف الوقت مو كويس. قال لي اتصل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا مسألة، كيف حالك يا شيخ؟ الله يجن حالك وصالك. مرحبا مليون، كيف حالك انت سيك؟ طيب والله بخير، ابشرك الحمد لله. المرسيدس جاك. المرسيدس جاك. اسمعني. اسمعك يا بعد. سم اسمعك. الله الله. يا مرحبا. المرسيدس جاء حد كلمك قبل شيء؟ اي نعم والله، المرسيدس ما شاء الله عليه يعني زباين. طيب. انا صار لي مودع معرض واعلانه فعال ما شاء الله عليه زباين. انت راعيه اجل. اي نعم، انا مالك الموتر وانا اخوك. يا مرحبا ومسهلا وانا اخوك. بالله استعمال في شيء؟ مرحبا بي يا بعدي. مرحبا بي. شوف يا بعدي، شوف ابو من معي له انت، الله يكرمك ويعزك ويديمك. ابو فهد. يا ابو فهد الله يحفظ لك فهد وشوفه رجال مقان. بالنسبه للموتر يا ابو فهد، ماكينه، جير، محركات، كفرات، طربقات، جربكس، كلها على الشرط والفحص، والبوده ما شاء الله تبارك الرحمن، لمعه الوكاله خالي من الحوادث من الحكال، وما يحتاج يا ابو فهد انت عارف لمعه الوكاله، وبعثت لك الصور والفيديو وشفته ما شاء الله الموتر ما يبقى له شيء. اي نعم انا. يا ابو فهد. يا ابو فهد ولك حريه الفحص بالمكان والموقع اللي يناسبك، تفحص ونطلع في الموتر شيء او ملاحظات لا سمح الله بعد الفحص انا اتحمل جميع التكاليف ومشوارك علي يا ابو فهد. وش تبغى على ذا الخشب؟ انا ابو مخلف، ابشر بعزي. السياره ما صار عليها حوادث ابد ابد، الموتر ما شاء الله قايل لك انا المايك الاول الموتر صاحبه من البكال. انا لاني ابغى اشتري السياره لزوجتي ولا ابغى تقروش بعدين صيانات ما صيانات. اي نعم اي والله، طال عمرك لا تاخذنا، عارف انت الحريم اذا تشتري لها سياره او شيء تقروش وتصدع راسك الله يطول بعمرك. لا بالله الموتر ما شاء الله تبارك الرحمن كله شد بلا. يا جعلك سالم، هو كم فص السياره؟ وانا اخوك والله، وزي ما بعثت لك في المواصفات والله انا عندي ظرف يعني ظرف طارئ، ولو ما ظرف ما كان ودي ابيع لك. اوكي انت سبب البيع، عندك ظرف. اي بالله والله ظرف. يا جعلك والإنسان سالم. يا ابو فهد والانسان اللي حدها الظرف والظروف، وانا اخوك ما لها الا حلاله، وانت عارف رجال وافي ما شاء الله الله يبارك فيك. يا جعلك سالم، يا قدامك العافية وانا اخوك، وان شاء الله خير وانا اخوك. الله يعافيك الله يعافيك يا بعدي. والله انكنك وشف يا ابو فهد، انكنك صامل وجازم الله يحفظ لك فهد ابد، بارك الله من بيع سمح وشرى سمح، وان شاء الله اكون سموح لك في البيت وابشر بعزك على ذا الخش. يا جعلك سالم يا جعلك سالم. طيب معليش عندي كذا سؤال بس عن السيارة تمام؟ اي نعم. طيب هي وارد ايش؟ هي سعود ودي امريكي ولا وش هي؟ طال عمرك خليجي. خليجي الجفالي اجل. اي نعم بعثت لك المواصفات يا ابو فهد. لا بس ما قلت لي انه هو جفالي ولا منصوري ولا برابوس ولا. وانا اخوك انت جفالي الموتر طال عمرك. اي قلت لي قبل شوي انه خليجي فعرفت انه جفالي. طيب نهايه سعره وانا اخوك؟ اي بالله نهايه سعرها والله شف انا كنت حاط له سعر 100,000 طال عمرك. أيوة. لكن كونك صامل واتصلت علي في الوقت ذا ابد 96 الله يبارك لك، شايف خيره يا ابو فهد ومكفيك الله شره، ترى الموتر صيدا والبيع زرقة رمح ابد. اي انا عشان والله انا شفت السعر يعني واعجبني حرفيا. طيب انا والله ما عندي مشكله في الشراء، واتوقع من كلامك انك رجال كفو وان شاء الله هنم. مكانك وين؟ ودي اجي افحص السياره، مكانك وين؟ ودي اشوفها نظر يا اخي. يا مرحب يا مرحب ابد، والله انا عرضها بمعرض يا ابو فهد. معرض عند الرجال شرواك الله يطول بعمرك. شرواك الطيب، يجعلك تسلم. معرضه وين بس؟ معرض طبعا هنا يستخدمون اسماء المعارض الكبار عشان تصدقهم. عند رجال شرواك معرض
اي بالله يا سلام، اجل قريب لمي بحايل، يمديني ازرق لك. انت وين يا اخوي الله يطول بعمرك؟ انا في ام الجماجم. وين ام الجماجم؟ ام الجماجم يا مرحب يا مرحب. يعني تبعد عني ابو اربع ساعات ترى، ابو اربع ثلاث اربع. اي بالله ما يعني حول ثلاث اربع كذي. اي باذن الله. خلاص طيب تمام، متى اجيك؟ انا خلاص ودي بالسياره وعزمت اموري، ولكن ودي اني اشوفها وفلوسي جاهزه في يدي. طيب يا الاسم الكريم، ما عرفنا اسمك. ابو مخلف معك. ابو مخلف ونعم والله يا شيخ. بحالك ما عليك زود والله. يا ابو فهد سم. انك تبغاها شحن اخلص لك اجراءاتها واشحنها يا بعدي. تشحنها لي؟ شوف انت صل على النبي واسمعني، اسمع من اخوك انا عشان ما تكلف نفسك وتعب نفسك. يعني انت جاي وشحن على كيف كبل. شوف انك تبغاها الحين برسل لك رقم الرجال يخلص لك اجراءات الشحن في الصباح، وانك تبغاه يفحص لك الموتر موجز وشيك عليه، وانك تبغاه ينقل لك ويشحن لك، وانك تبيه يشحن لك ولين وصلك الموتر ينقل لك، ما عندك خلاف على هذا الخشم يا ابو فهد. شوف وانا اخوك، انا والله ما ابغى ازل في مصداقيه كلها العب عليك، ولكن انا اول اتصال بيني وبينك، ودي والله اني يعني وش بيضمن حقي، فهمت؟ ان شاء الله ان عرفت خير ويا مرحب باذن الله دامها بذا السعر، وان شاء الله ان ما بعتها الا محتد. والله يكفيك شر الحده وانا اخوك. يا ابو فهد والله كان ودي اكثر وانا اخوك، لكن يعني ظرف ومكتوبه من القدر وانا اخوك. الله يكون في عونك، وابدا انا اخوك الثاني، لا احتاج شيء ولا شيء، ابدا انا اعوضك وانا اخوك. وعز المحزم المليان، كفو منك يا بعدي والله ما تقصر لا بعينك، بيكم خبوك يا جعلك سالم. طيب خلاص اجل، ذا اللي بيفحصها بياخذ فلوس، وكيف بتنقلها لي؟ وش الخطه وش الطريقه؟ وكيف انت بتضمن حقك؟ قال النبي واسمعني كم دقيقه من اخوك الصغير على قولتك. الله يطول اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد. سم اللهم صل. الحين انا مود عند رجال شرواك. طيب شرواك الطيب، ارسلك رقمه. اوكي كلمه لله، انا بقيت موتر ابو مخلف وكذا، والرجال ما يقصر، وانا بعد كلمه وقل له ابو فهد خويه ولا تقصر معه. اوكي تمام. كلمت يا ابو نايف ابيك تشحن لي الموتر وكذا وهجدان. اوكي ابد ابو نايف رجال نوافي، كانك تبيه يخلص لك الملكيه يامن لك الموتر وينقل لك ملكيته ويشحن لك، ما عندك خلاف. وكانك تبيه يشحن لك ولين صار الموتر عندك تكلمه ينقل لك الملكيه، ما عندك خلاف يا ابو فهد. وانا الافضل انه ينقل لك الملكيه هي وفي المعرض ويشحن لك، وش رايك ابي؟ ما عندك خلاف. شوف والله هو معرض، بس دام معرض يعني اموره زينه. اي الرجال وافي وعلم غانم، لو انه مو رجال وافي وطيب شرواك ما ودعته عنده، وانا عارف خوي ابو نايف والله. اي بل انا عارف الرجال وافي ما يقصر ان شاء الله معي والله. شوف وفاتح وشوف يا ابو فهد، ان شاء الله معرفه خير والرجال واسطه خير بيننا. طيب خلاص اجل ابدا ما عندي مشكله، ولكن الفلوس وش وضعها؟ ما احولك الفلوس كلها طقه واحده، احس غلط شوي، ودي يعني وش نسوي؟ لا ابو فهد طول بالك، لا الفلوس لا الفلوس يا اخوك صح اني محتل، لكن مو كلها تحولها. اوكي انت ودك تضمن حقك وحنا نضمن حقنا. ايوه هذا اللي ودي. اي والله الله عشان بعدين بكره ما تدعي علي ولا شيء، ولا تعرف ابن ادم ضعيف وانا اخوك ويحد الشيطان بعض الاحيان. اي بالله شوف يا ابو فهد، شوف ترى والله صح اني محتد وعندي ظرف، لكن الفلوس ما هي بشيء، الفلوس تروح وترجع والظرف ان شاء الله يروح، لكن الرجال طيبه شرواك يا بعدي ما هي بالامر السهل وانا اخوك. يا جعلك سالم وابدا اذا عندك. شوف انا عشان ابين لك بس، عندك سياره ثانيه انت غير ذا الموجوده؟ اول شيء عندك سياره ثانيه؟ لا والله يا بعدي لو كان عندي كان بعتها، لكن موتر هذا والله اي ودي بيع. لا هذا انا شاريه، هذا في الملف هذا عندي انا صافطه. الله يبارش لك، اول شيء الله يبارش لك فيه، شايف خيره ومكفيك الله شره، وابد ادعي لي انه تفرج علي، وانا بدعي لك انك ان شاء الله تشوف الخير فيه يا ابو فهد. يا جعلك سالم والله انك وافي وانا اخوك. طيب الحين شو الطريقه؟ احول لك الحين؟ طيب وش تبي؟ احول لك عربون شيء ولا ابو
فهد الله يحفظك. إيه؟ انا الحين انت انتظرني احتريني على الواتساب، انا رن لابو نايف ان كنه فاتح ابا اكلمه واقول لها ابو فهد خوي يبي، وان كنه مو فاتح في الصباح اوكي عشان ما شوف عشان ما نحرج الرجال وكذا والوقت متاخر يعني. ابد 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 وانا اخوك بالله اجل خله يتصل علي تكفى. ابد الحين انا بحول لك رقمه ان كنه فاتح وانت كلمه وان شاء الله الامور كلها طيبه ما عندك خلافه. قول بإذن الله وانا اخوك. تم تم الله لا يهينك. جالك فعلا. ان شاء الله تم خير وبيننا بإذن الله. الو ابو فهد. مرحبا يا شيخ. يا مرحب سن. ما رسلت لي الرقم انا اخوك؟ اي الرجال فاتح كلمته وفاتح ابشر الحين برسل لك رقمه وكلمه. يلا انا من طرف ابو مخلف تمام، وانا كلمته قلت له خوي ابو فهد لا تقصر معه وكذا وجدان وان شاء الله ما يقصر اوكي. كلمني احتريني على الواتساب برسل لك رقمه. يلا انا انتظرك وانا اخوك تكفى. ابشر بعز يا جاك سالم. ويلي مستعجل ذا يا جماعه الخير، مره مستعجل بيسرقني مره. السلام عليكم. الو مرحبا. هلا هلا مرحبا الف حي الله. الله يحييك كيف حالك؟ معرض ابو اي نعم وصلت سم. حياك الله. كلمك الرجال عشان المرسيدس؟ اي والله كلمني ابو مخلف قال لي بيتواصل معك رجال يبي المرسيدس. لا طيب شو الحل الحين؟ احول لك ولا شو الطريقه وكيف ننهي الموضوع؟ موقعك وين؟ انا موقعي الله يسلمكم الجماجم. طيب على بركه الله. تبيني اخلص لك اجراءاتها في ذا الليل واشحن لك بكره مع الفجر؟ ابد خلاص باذن الله تعالى. نقل الملكيه حبيبي، تحول نص القيمه ونص الثاني بعدين نقول لك ملكيته ونكمل باقي الاجراءات. احول لك نص القيمه حق السياره؟ اي ونخلص اجراءاته. عن الرجل كم باعك؟ باعني على 96. 96 طيب على بركه الله. وش حسابك؟ انا حسابي الراجحي. الراجحي اي بس هل بيسمح اني احول لك الان المبلغ كامل؟ لا والله اني شوف انا عشان كذا سالتك وش حسابك. اي لا ما راح يسمح. زمت تحول 5000. إيه لا تلزم تحول لي دفعات عرفت؟ خلاص الان برسل لك انا حساب. إيه؟ حول 15000. ايوه عرفت. وبعدها مثل ما كلمتك حول الباقي. احنا نقسم الان نقسم المبلغ على أجسام عشان السرعة. طيب وش رأيك أجيك أفضل؟ حياك الله حبيبي تجيني محييك الله. أبد خلاص أحرك الحين أجيك الحين؟ أي يبغى ثلاث ساعات أنا عندك، ثلاث ساعات أربع. طيب على بركة الله حبيبي أودع شيء من قيمتها وحرك على طول حنا في انتظار. طيب كم تبي أودع لك؟ أودع 10000 من قيمة السيارة. إيه ومثل ما حركت الله محييك. أها طيب اسمعني يا أخوي. طيب تفضل. أنت وين مكانك بالضبط الحين؟ طيب يا أخي ليه متى أنتوا كذا عيال كلب؟ علي بالحرام ادعسك انت واللي معاك. وكلب يا ويلي يا ويلي والله ما فيه ذمة نهائيا نهائيا.